هل في غزة قطاع ناشئين في بعض الأندية؟ طبعا في ولا ده غزة، في غزة مش فيه؟ في يعني في قطاعات ناشئين في كل نادي، وبيعتمدوا على اللاعبين الناشئين بصفة أساسية في يعني انا اقول لك ان مفيش كابتن، امكانيات انك انت انا تشتري لعيبة من بره ما اعتقد. فيش، لا صعب، انت بتعتمد على اللعيبة المحليين. اقول لك في لعيب اسمه خالد النبريس، دلوقتي هو في الاسماعيلي يا كابتن، 2003 ده بقاله سنتين بيلعب مع فرقته اتحاد خان يونس اللي في غزة، فريق اول، بقاله سنتين بيلعب فريق اول وهداف الفرقة، وعنده شخصية كبيرة جدا في الفريق، وفي لعيبة كتيرة ناشئين بتلعب في ال طب مين اللعيبه الفلسطينيين اللي اتشهروا زي كده كابتن مصطفى؟ يقول لنا امثله سواء في الدوله العربيه سواء في مصر، يعني برضو لعيبه اكيد 1000000% فلسطين ولاده يعني. يعني انا اقول لك كابتن غسان البلعاوي كان نجم النادي الوحدات والفيصلي الاردني، كابتن الطني الله يرحمه كان جون البلاستيك، طبعا قبل كده مروان كنفاني وابو غيده، وطبعا بعد كده رمزي صالح حارس مرمى الاهلي، ودلوقتي محمود وادي ومحمد بلح. محمود وادي فلسطيني؟ محمود وادي فلسطيني ولاعيب ما شاء الله، لعيب كويس. لعيب كويس جدا، كان نفسي يجي نادي الزمالك قبل ما يروح بيراميدز، لانه في مواصفات اللاعب اللي ممكن يفيد نادي الزمالك.